فكرة ممتازة جدا هتخليك تخسر دهون وفي نفس الوقت تكسب فلوس. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عم شعراوي، اهلا بكم في حلقة جديدة. هنبدأ النهاردة نتكلم عن فكرة من افكار كتيرة جدا بدأت اللي انا ابدأ اطبقها في الجروب اللي احنا بإذن الله هنبدأ ننزل تفصيله اكثر بعد رمضان، اللي هو خس من غير ما تحس. ليه الناس لما تبدا تمشي على دايت بيبدا يخسر دهون؟ مثلا شخص مثلا عايز يظهر عضلات بطنه وبعدها يظهر عضلات بطنه وبعدها ليه بيرجع يزيد تاني؟ او سواء مثلا بنت عاوز تحصل على بطن مسطحه بتبدا تخس وبعدها تكتسب الوزن تاني، ايه المشاكل اللي احنا بنواجهها في الدايت؟ ازاي اللي انا اقدر اعيش حياه صحيه سعيده؟ ازاي اخلي الدايت اسلوب حياه؟ ازاي اللي انا اعلي الاراده عندي في نفس الوقت يكون عندي قدام الاكل، بس انا مش هاكل، عاوز اكل هاكل جزء صغير بحيث ان انا ما بوظش الدايت. فانا النهارده جاي اكلمكم كده عن فكره منهم، وهي فكره ببساطه بدات انا عاوز اشوف اللي هو عاوز تحفز الناس اكتر، عاوز اخلي الناس يبقى عنده دافع من جوه انه يكمل في الدايت اكتر. فجات لي فكره ان معظم الناس كل فتره بيبدا يبوظ عن طريق الشيت ميل، فمجرد لما يبدا هو ياخد الشيت ميل او ياخد اليوم الفري ايا كان بيدخل في حاجه اسمها الدوامه، بيقعد فيها من يوم لاسبوع، فبيبدا غالبا يبوظ اللي فات وبيقعد فترة مش قادر حالته النفسية انه يخرج ويرجع على الدايت تاني. ده احنا ازاي نقدر نواجه المشكلة دي؟ في طبعا عدة بروتوكولات بإذن الله نبدأ نتكلم عنها في الجروب، بس النهاردة جايب فكرة بسيطة جدا ممكن تبدأ تطبقها. احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فانت في رمضان العزايم هتكتر، الحلويات بالنسبة لك هتكتر، الحاجات دي كتيرة جدا. فانا جايب لك الفكرة دي عشان تقدر تخسر دهون وفي نفس الوقت تكسب فلوس. الفكرة بكل بساطة انك هتشتري حصالة زي دي، ما تجيبش الحصالة اللي هي بقفل اللي انت تقدر تفتحها، او لو انت اشتريت قفل ارمي القفل بحيث ايه انت ما تقدرش تفتح الحصاله دي خالص. هنيجي فكره بسيطه ان الفتره اللي انت اول ما تبدا تحس بيها انك والله رايح تشتري حاجه سكريات او رايح تاكل اكل من بره دار، تبدا تشوف المبلغ اللي انت هتاكل بيه وتحطه في الحصاله. يعني انا بدات يوم 20/3 باذن الله هحاول استمر 3 شهور وبعديها افتح الحصاله نشوف احنا كوننا كام. في خلال ال7 ايام دول حصل لي مرتين الموضوع ده، فحطيت المبلغ، والله انا مثلا النهارده عاوز اشتري ايس كريم، الايس كريم بكام؟ 1/2/3. طب النهارده انا عاوز اكل برجر، البرجر بكام؟ 1/2/3. ببدا احطه في الحصاله، والله لا ده انا النهارده مثلا عاوز اكل مثلا فرايد تشيكن، يبقى خلاص سعرها مثلا 60-70 جنيه، هحطهم في الحصاله. يبقى انا كده اول حاجه اللي انا اخدت من الفلوس اللي انا كنت اشتري بيها اكل دار كان هيضرني، لا انا كسبت الفلوس دي، في نفس الوقت انا هحوشها قدام ممكن تعمل مبلغ كبير ساعتها بقى انت تشتري الحاجه اللي انت عاوزها. فده هيخلي عندك حافزيه اكتر انك تستمر، لا انا بدل ما اكل الاكله دي او الحاجه الضاره دي، طب ما احوش فلوسها، انا كده هدفع فلوس اهو، احوش فلوسها، فتديك دافع اكتر انك تستمر في الدايت. تاني حاجه برضو عشان نبدا نفهم اكتر، لازم تسال نفسك عده اسئله. لما حصل لك الموضوع ده حصل لك نتيجه ايه؟ قبل ما تسال هو حصل لك نتيجه ايه؟ بتبدا تشوف انت نفسك، بمعنى انا النهارده مثلا كنت عاوز سكريات، كنت عاوز اروح مثلا اكل كميه سكريات، مثلا اجيب مثلا لو فرضنا مثلا السينابول او مثلا بانكيك الى اخره، الحاجات اللي هي بتبقى دسمه بزياده، فانا النهارده حسيت ان انا محتاجها قوي وهفتان عليها جدا، فبتسال نفسك ده انت وقعت في الموضوع ده ليه؟ ده كده اول سؤال. تاني سؤال، انا النهارده عاوز الحاجه السكريات دي وحاسس ان هي شهوه عندي والشهوه تبدا تزيد ودي حاجه طبيعيه، فانا النهارده هتيجي انت تقول لي مثلا حط الفلوس دي، ما انا مش هقدر، لا انا هروح اكل وبعدها ممكن ابقى ساعتها احط الفلوس. فساعتها عشان تحل المشكله دي هنعمل ايه؟ هديك شويه امثله عشان تبدا تفهم. المثال الاول، لو انت حسيت ان نفسك تاكل سكريات روح كل فواكه. انا بفضل دايما بحاول اخلي دايما انها تكون متوفره عندي حاجتين، الجزر والفراوله. انا بالنسبه لي يوم لما بحس ان انا محتاج سكريات واكلتهم، حتى لو اكلت كميه كبيره منهم او اي نوع فواكه انت بتحبه، يوم لما هيكتر هيزودك 200-300-400-500 سعره، بس عكس مثلا السينابول عكس الاكل الضار هيأثر على صحتك وفي نفس الوقت سعراته ممكن تعدي 1000 سعره. تالت حاجه هيحسسك بشعور بالخمول، مش هتعرف تذاكر، مش هتعرف تنزل تمرين الى اخره، فهيبقى بالنسبه لك ضار. تاني حاجه، لا ده انا عاوز اكل مثلا، حسيت والله ان انا عاوز اجيب مثلا بيتزا او برجر او اي حاجه، بس انا فعلا جعان، فببدا اعمل الخطوه دي اللي انا ببدا اقوم اكل طبق سلطه كبير. في ناس بتقول لي انا ما بحبش السلطه، انا كنت زيك في الاول كنت ما بحبش غير الخيار، بدات اللي هو ادخل انواع تانية زي الطماطم الفلفل الالوان بدل الفلفل الاخضر ما بحبوش. بتبدا انت تشوف انواع يا عم كل منها 200-300-400 جرام، بعديها بتبدا تعمل حاجه متاحه في البيت عندك في نفس الوقت تديك احساس بالشبع. يعني مثلا لو انت عندك بيض ممكن تعملك مثلا بيضتين مسلوقين بقطعه جبنه صغيره بربع رغيف عيش، فساعتها لو انت اكلت السلطه واكلت الجبنه بتبدا تقطع موضوع الشهوه عندك انك جعان، فبعديها تقدر تسيطر على نفسك، لا والله انا مش رايح اجيب البيتزا وده انا هحوش كمان فلوسها، بدل ما كنت اروح ادفع مثلا 50-60 جنيه 100 جنيه على حسب بقى انت تشتري من ايه، لا والله ده انا كده حوشت فلوسها. فانت كده
استفدت اكتر. ده تاني مثال. تالت مثال، في ناس بتقع معايا تيجي تقول لي انا حاسس بالملل، حاسس ان انا ملان، انا شبعان وفي نفس الوقت مش عاوز اكل، بس لا انا حاسس بفراغ فاي ماكل. في الفتره دي قوم اعمل اي حاجه انت بتحبها، اي رياضه، اي ممكن تقوم تنط الحبل، تعمل شويه ضغط، اي حاجه انت بتحبها. طيب ممكن تنزل تتمشى، تاخد السماعات معاك، تسمع اي حاجه انت بتحبها. بالتالي هنا انت تكسر موضوع الملل، فهتكسر جزء انك جعان. الحاجه قبل الاخيره اللي عاوز اقولها، ان طبيعي جدا في الاول تقع، يعني تحس ان مش قادر، خلاص الشهوه مسيطره عليك فاضطر انك تاكل برجر او بيتزا. ده طبيعي جدا، واحنا كلنا بشر، هتقع وتقوم هتقع وتقوم. بس مع الوقت لو انت بدات تسال نفسك السؤال ليه، هو دوت اخر نقطه نبدا نتكلم فيها، هتعرف بعديها تتفادى الاجابه. زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات، ان الناس للاسف بيفضل يقع في المشكله، يمشي مثلا على دايت قاسي ويخس 20 30 كيلو، بعدها يقول لك والله انا طبعا ما يقدرش يسيطر، فالجوع عنده يزيد، فيرجع يزيد، يرجع اسوء من الاول، فيجي يقول لك ايه والله انا خلاص من النهارده هلتزم، ويرجع يمشي على نفس الدايت كوست ثاني. ما انت هتفضل في نفس الدايره. فعشان اخرج من الدايره دي لازم اسال نفسي سؤال، وانا الوحيد اللي هقدر اجاوب عليه، انا ليه عملت كده؟ فانا مثلا النهارده مثلا انا كنت رايح مثلا، كانت في بطوله مثلا يوم الجمعه تنس طاوله وديه، فانا كنت الصبح ما خدتش غير سكوب بروتين مع صباع موز، ورحت البطوله بتلعب مثلا من بعد الصلاه لحد الساعه 6 7، فانا بقالي فتره كبيره جدا بلعب، فتره كبيره جدا السكر عندي في الدم عمال يقل، وفي نفس الوقت انا ما كنتش واخد معايا الفواكه، وكنت صاحي ساعتها شويه متاخر، فما قدرتش افطر وجبه صحيه كويسه، فوقعت في المشكله. انا جاي بالليل جعان جدا وعاوز كميه سكريات اوفر، اللي هو انا واحده سينبول مش هتكفيني، محتاج اتنين. فمن ساعتها جات لي اللي هو قبليها الفكره دي، اللي هو طب خلاص، ده انا بدل ما اروح اشتري اتنين سينبول، لا ده تعالى كده نجرب ناكل شويه فواكه. بدات اكل فواكه، بدات الموضوع الشهوه عندي تبدا تقل تدريجي، وفي نفس الوقت لما حطيت الفلوس في الحصاله خلاص اتحطت مش قادر اخدها، فانا فرحت. اللي انا بعديها مثلا لو انا عاوز مثلا اشتري حاجه، هبدا بعد شهرين ثلاثه اربعه حسب انت طبعا عاوز تعمل الدايت، عاوز تستمر عليه اكبر فتره ممكنه وتخليه اسلوب حياه، لما اجي افتح الحصاله هيبقى معايا فلوس كتير، في نفس الوقت بشتري اي حاجه انا عاوزها، وفي نفس الوقت انا عرفت السبب. ممكن مثلا واحد تاني زي ما قلت سبب السكريات فيبدا ياكل فواكه، واحد تاني جعان فعليا راح شغله اتاخر مش عارف ايه، فبيضطر هو جاي من شغله يجيب برجر او يجيب اكل دليفري من بره او اي حاجه، فخلاص لا ده اما اجيب لانش بوكس، لا والله ده اما اخرج اعدي على اي فاكهاني اجيب لي تفاحيه صبعين موز او تفاحتين او مثلا نص كيلو برتقان او الى اخره، يعني برتقانتين كبار واكلهم. ده كله افضل بكتير جدا من انك تبوظ، وافضل بكتير جدا من انك تشتري الاكل الضار من بره ويبوظ صحتك. في نفس الوقت هلاقي هنا ناس بتقول لي ده اما انا اكلت برضه سعرات زياده، يا عم هو السعرات زادت 200 300 500 سعره، بس في نفس الوقت انت اخذت فيتامينز ومينرالز وسكر طبيعي من الفاكهه، تاني حاجه انت وفرت فلوسك، تالت حاجه ان الاكل الضار ده كان هياثر عليك، يعني انت ممكن مثلا خلاص يا عم انت الفلوس مش فارقه معاك الى اخره، جبت اكل ضار من بره وخلاص، بعديها انت عاوز تذاكر مش عارف تذاكر، انت حاسس بخملان وعاوز انك تعبان، بعديها عاوز تنزل تتمرن حاسس انك تعبان وحاسس انك خملان. اخر حاجه ودي بقى الحاجه السيئه فعلا، ان الشيطان بقى بيبدا يلعب في دماغك، لا انت مثلا ده انت فشلت في الدايت ما عرفتش تسيطر على نفسك، وتبدا بقى ايه تزعل من نفسك، فتبدا تجلد زادك، فتخش في مشكله ثانيه هنبدا نتكلم عنها بعدين، وازاي تتخلص من الموضوع ده. بس هي دي الافكار اللي انا او الفكره اللي انا حبيت اوصلها للناس، ان الموضوع اسال نفسك السؤال انا ليه وقعت، هتلاقي جسمك بيديك الاجابه، ابدا طبقها. مش شرط انك لما تيجي من الحل الاول يطلع صح، لا ممكن يبقى من الحل ال20، مفيش اي مشكله طالما انت عمال تجرب حلول جديده، فباذن الله هتلاقي ان الموضوع بيبقى سهل معاك وبتقدر تتطور فيه اسرع اسرع. وفي نفس الوقت في الاخر انت في الحصاله دي بقى بعد 3 شهور، انا باذن الله هحاول بعد 3 شهور احنا بادئين 20 3 ممكن 20 4 20 5 20 6 نفتحها في 20 6 او بعديها، ونبدا نشوف مثلا انا كونت قد ايه، وانتم مثلا برضو نفس الكلام الناس اللي حابه تبدا الفكره دي معايا. وفي نفس الوقت هتلاقيك انت عملت مبلغ كبير في الاخر، كنت هتدمر بيه صحتك، كنت هتاثر بيه على نفسيتك، كنت هتسال عن الفلوس اللي انت كنت هتشتري بيها الحاجات دي. فانت لو عملت فلوس تقدر ساعتها بقى انت مثلا عاوز تزود مثلا تجيب مثلا موبايل جديد، عاوز تجيب لبس، عاوز تشتري ساعه، عاوز تشتري اي حاجه بقى يعني انت حاببها، ممكن ساعتها بالفلوس دي تشتري حاجه في نفس الوقت مفيده تفيدك، او ساعتها ممكن تكون مزنوق في فلوس فتضطر ان ساعتها بعد فتره مثلا 4 5 شهور تفتح الحصاله، فتقول اه والله الفلوس دي فعلا فادتني. وبكده انا حبيت اوصل لكم الفكره دي، يا رب تطبقوها وتستفادوا منها. لو عندك اي سؤال سواء في التغذيه او التمرين تقدر تسال تحت في الكومنتات وهرد عليك. حابب افكر الناس بخصم رمضان 40% على المتابعه الاونلاين، ما تنساش برضو هتلاقي الارقام في صندوق الوصف. كان معاكم عم شعراوي في رعايه الله، السلام عليكم.